حياكم الله من جديد. مع ما نشهده من تمكين للمرأة في مجالات عدة وتغير العديد من الأنظمة المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك الأنظمة المرتبطة بالعمل والتوظيف، يدور هناك جدل هذه الأيام حول نفقة الزوج على زوجته العاملة أو الموظفة، وما إذا كانت أو إذا كان يسقط عنها حق النفقة من عدمه. يرى البعض بضرورة سقوط النفقة عن الزوجة العاملة أو على الأقل مساهمتها ومشاركتها في النفقة على المنزل والأولاد، بينما يقول آخرون أن هذا هو حقها الذي كفلته لها الشريعة. حول هذا الموضوع استضيف معي للحديث أكثر عن هذا الموضوع المحامي الأستاذ نايف المنسي، وتنضم إلينا لاحقا الأستاذة همسة السنوسي كاتبة الرأي من استديوهاتنا في جدة. حياك الله معنا أستاذ نايف. شكرا لك قبول دعوة البرنامج. الله يحفظك، حياك الله وتحياتي للسادة المشاهدين. كان لك سلسلة تغريدات يعني تحدثت فيها عن النفقة، لكن خليني أسألك بالبداية عن وجهة نظرك، أو خلينا نقول وجهة نظر الشارع اليوم، وجهة نظر القانون فيما يتعلق بالنفقة، نفقة الرجل على زوجته، ما هو؟ نعم، هي كموضوع عام الأصل فيه أن الزوج هو الملزم بالنفقة بغض النظر عن حالة الزوجة. هذه نقطة كثير من الناس أحيانا يفهم طرحنا هذا طرح بطريقة خاطئة، يظن أن إحنا نتكلم عن أن الزوجة الغنية لا يلزم على الزوج نفقتها. هذا كلام غير صحيح. لو كانت الزوجة لديها ميراث $400 مليار وزوجها راتبه 10,000 ريال، هو ملزم أنه ينفق عليها بال10,000 حقته هذه، وهي غير ملزمة بأي شيء من هذا. هذه قاعدة عامة، لكن أنا أريد أن أصل إلى أمر آخر لزاوية أخرى للنظر، هي التي تخفى على حتى بعض الباحثين، وهي النظر إلى طبيعة علاقة عقد النكاح. النكاح في الأخير هو عقد، بموجب هذا العقد في التزامات تحصل على الطرفين. الزوج عليه النفقة، عليه أن يؤمن السكن، يؤمن الاحتياجات. الزوجة بالمقابل عليها أنها تشارك في هذا البيت في رباية الأولاد، في رعاية المنزل، في القيام عليه. أي إخلال يحصل في هذه الالتزامات من أي من الطرفين سيكون من حق الطرف الآخر أنه يؤخذ رأيه أو تؤخذ موافقته على ذلك. نعم، أضرب لك مثال بسيط. الآن الزوج عليه النفقة بعد ما تزوج من المرأة بفترة أعسر أو أفلس، ما عاد صار يستطيع أنه ينفق. الآن صار في إخلال، فهنا لابد الطرف الآخر اللي هي الزوجة توافق على هذا الإخلال، تقول له لا والله أنا خلاص بستمر معك في الحياة، عاد إني أنا أنفق عليك. وعن الأصل أن النفقة على الزوج، لكن هذا يكون بالتراضي. بالتراضي. النقطة الأخرى اللي تحصل الآن، التواجد في المنزل، البقاء في المنزل، رعاية المنزل. إذا جاءت الزوجة الآن ما عليها نفقة، الزوج مضطر أنه هو يغادر المنزل لساعات طويلة من أجل أنه يحصل النفقة لأنها واجبة عليه شرعا. المرأة بالمقابل لا يجب عليها هذا الأمر. فإذا خرجت من المنزل، المرأة العاملة اليوم إذا خرجت من المنزل كم تستهلك من الوقت؟ عندك أنت 8 ساعات، هذه في نظام العمل، خذ ساعة فوقها بريك، هذه 9 ساعات، خذ نصف ساعة ذهاب وعودة، هذه 10 ساعات، خذ قبلها تجهيز استحمام أو تضبيط أو لبس أو كذا، ها قبل الروحة وبعد الرجعة مثلا استحمام، هذه 11 ساعة، خذ قبلها بعدها راحة لما ترجع البيت تبغى ترتاح، دخلنا في 12-13 ساعة، تبغى تنام بدري علشان تصحى ثاني يوم للدوام. شوف هذا الوقت كله رايح من الوقت الحياة الزوجية اللي هي بموجب عقد النكاح يجب أن يكون متوفر وموجود. في حال وجود هذا الإخلال يجب هنا للطرف الآخر، كل الطرف الإخلال الآخر بماذا؟ الإخلال بالتواجد والبقاء في الحياة الزوجية، اللي هو إيش؟ حق يعني؟ حق، نعم، لأنه هو على الطرفين واجب أصلا. لكن إحنا سمحنا للزوج، لأنه واجب عليه النفقة، سمحنا للزوج أن يغيب عن المنزل 12 ساعة أو 13 ساعة لأنه هو واجب عليه النفقة. لكن أنت حينما تفعلين ذلك أيتها الزوجة، لماذا تفعلي؟ أنت ما يجب عليك هذا الأمر. فإذا فعلتي فهنا يحق للزوج أن يكون له الخيار. يحق للزوج هنا أن يكون له الخيار، ممكن يقول أنا أرفض هذا الأمر، أنا لا أريد، أو أنه يوافق بشروط، يقول لها طالما أنت الآن بتخلي بهذا الإخلال تعالي شاركي معي في نفقة البيت ونفقة المسكن ونتشارك. وهذا الذي ندعو إليه. إحنا الآن نتكلم في حال الخلاف. في الحالة الطبيعية الأصل اليوم مع صعوبة الحياة وتعقد الحياة الاجتماعية، الأصل في أن تكون مشاركة، الأصل أن تكون الزوج والزوجة اليوم يتشاركون، تضع راتبها على راتبه ويأخذون مسكن، يرفعوا من مستوى المعيشي، يرفعوا من مستوى تعليم الأبناء، يتشاركون فيما بينهم. هذا الذي ندعو إليه. لكن الإشكالية هي في حالة الخلاف، في حالة أنه
يكون الزوج غير راضي بهذا الأمر أو الزوجة لديها. هنا نبدأ نشوف الحقوق. جيد. أين هي؟ سنفصل في ذلك أستاذ نعيم. لكن خليني أرحب بضيفتنا من استديوهاتنا في جدة الأستاذة همسة السنوسي كاتبة الرأي. أهلا بك أستاذة همسة. أهلين. هلا أستاذ جمال. الله يحييك. مرحبا. خلينا نبدأ معك. يسعدني وجودي معك أستاذ جمال والأستاذ نايم. الله يحييك. سعيدين بوجودك أستاذ همسة. أستاذ همسة خلينا نبدأ معك يمكن بشكل عام عن رأيك فيما يتعلق بالحديث يعني المطروح أو المثار مؤخرا حول إسقاط النفقة عن الزوجة العاملة، كيف تعلقين؟ طيب بداية أنا أسفة أني ما سمعت كلام أستاذ جمال أستاذ نايف بالكامل لأنه كان في مشاكل في الصوت، فأنا أعتذر عن هذا الأمر، لكن بعض الأمور اللي سمعتها ممكن أرد عليها. لكن بداية بالنسبة للحديث الذي يدار حاليا بموضوع إسقاط النفقة عن الزوجة، يعني أولا أنا أعتقد أنه إجراءات التمكين اللي جرت للمرأة وإعطائها الكثير من الحقوق التي كانت للأسف يعني لأسباب كثيرة يعني منزوعة منها، أعتقد أنها أثارت حفيظة كثير من الرجال. طبعا أنا لا أعني أبدا الضيف الفاضل ولا أعني حضرتك، لكن أعني الرجال الذين كانوا يستأسدون على المرأة بهذه الميزات اللي كانت تفقدها للأسف أو الحقوق التي كانت تفقدها واستعادتها، فذلك اللي دعاهم يعني أنهم يثيروا موضوع النفقة باعتباره كرت يحاولوا تهديد المرأة بموضوع الناحية المادية. رغم أنه هذا الحق بالذات حق النفقة هذا مذكور نصا وصراحة في القرآن دون قيد أو شرط، يعني ما في قيد أنه هي تكون أن الوقت والمسائل هذه، ما في أي قيد. النفقة مذكورة في القرآن للمرأة بشكل يعني مطلق بدون أي قيود. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني موضوع النفقة اللي بيطالبوا بإسقاطه، يعني هذا الموضوع هو اللي يعني أنا آسفة على الكلمة لكن هو السبب اللي صجونا به كل ما نقول ليش البنت تأخذ ميراث أقل من الرجل، والله الرجل هو اللي بينفق. ليش القوامة للرجل، الرجل هو اللي بينفق. ليش الرجل عنده حق الفيتو في الحياة الزوجية، هو اللي بينفق. فأنت إذا تبغى تشيل يعني موضوع تسقط حق النفقة على المرأة، يعني لابد أنك أنت تنزع كثير من الميزات اللي موجودة للرجل والتي يعللها كثير من الفقهاء يعني بسبب النفقة. بعضها ميزات أقرها الله سبحانه وتعالى لحكمة، ولكن بعضها الآخر موجود في كتب الفقه وعللوها بموضوع النفقة. فأنا مو معقول يعني تأخذ مني الميزة اللي موجودة عندي اللي أقرها الله سبحانه وتعالى وما قدر أحد يتحايل عليها تيجي تقرها بسبب الوقت. موضوع الوقت هذا يعني من حق الزوج والزوجة. الأستاذ نايف يعني جزاه الله خير يعني وضح موضوع إنه الرجل هو إنه فعلا من حق الزوج والزوجة، وإنه سمحنا للرجل إنه يخرج لأنه هو المسؤول عن النفقة. لكن تعال يا أستاذ نايف يعني طالع في أغلب البيوت اللي موجودة عندنا، باقي الوقت هل هو فعلا مع الزوجة؟ ليس مع الزوجة، فهو بيأخذ هذا الوقت في مسارات أخرى يعني. فلا تستكثر على المرأة أنها تخرج للعمل في هذا الوقت الذي هو أساسا في غير موجود الرجل، هي بتداوم في الصباح وهو غير موجود، هو في عمله، فباقي الوقت هو بيرجع. يعني أنا أتكلم معك عن أغلب البيوت، أنا أعرف أنه مو كل البيوت بالشكل هذا، لكن أغلب البيوت بيرجع من دوامه بيتغدى وبيحط رأسه بينام وبيطلع بيروح استراحة بيروح يربي أشغال بيعمل أشياء كثير، لكن نادر تجد الرجل اللي يجلس في البيت. فأنت إذا بتقول عشان الوقت، إذن المرأة كمان لابد من تعويضها قانونيا بالوقت هذا اللي بيستقطع الرجل منها، لأنه الوقت من حقهم هم الاثنين. طيب فأنت ترين أنه موضوع اليوم النفقة وارتباطها في إسقاط النفقة مقابل الوقت الذي لا تقضيه المرأة اليوم هو عذر يعني واهي ولا ينطبق على الرجل أيضا، لا زال ينطبق بس على المرأة. صحيح. كيف ترد أستاذ نايم؟ لا هو الحقيقة الآن يعني خليني أضرب لك مثال. الآن لو جاء رجل تزوج امرأة وقالت له المرأة والله أنا متعودة أعيش في بيت أهلي وبيت والدي، ليش أنت تحطني في بيتك هنا؟ أنا أبغى يوميا 13 ساعة أبغى أكون عند بيت أهلي، ما أبغى أعيش معك بهذه الطريقة. نعم. لو حصلت هذه الصورة
هل يوجد قاضي في الدنيا أو يوجد أحد في الدنيا يمكن أن يجبر هذا الزوج يقول له لا يجب أن توافق على على على, على هذا الأمر؟ لا يمكن، لأن هذا كما قلت لك في مقتضيات النفقة الواردة في الشريعة واردة على صورة ستاندرد معروفة يفرضها العرف ويفترضها الوضع الطبيعي اللي إحنا فيه، أنه الزوجة في البيت بترعى الأولاد بترعى المسكن بترعى البيت، الزوج في الخارج يقوم بالعمل من أجل النفقة. لما تطرأ أمور جديدة لا يمنع من إعادة النظر، وهذا حتى اليوم في نظام الأحوال الشخصية الجديد قال لا يجوز. أنا بجي على نظام الأحوال الشخصية، كمل تفضل. نعم بس على أنه جزئية حتى هو أنه يجوز. قالت نقطة سادة همس الآن. نعم. تقول أنتم اليوم أو الرأي اللي يرى أنه لابد المرأة تشارك في النفقة. ليش تشارك في النفقة؟ لأنه جزء من الوقت المرأة غير موجودة ولا تقوم بواجباتها الزوجية أو حقوق زوجها، تمام؟ ليش طيب أنتم ما تنظرون إلى جانب الرجل؟ هل كل الوقت هذا اللي يقضيه برا هو يقضي عشان العمل؟ أيضا هو ما يقضي كل الوقت لا عشان العمل، يقضي عشان أشياء ثانية. هذه وجهة نظر. ممتاز. خلينا نفرق إحنا بين الخروج الاعتيادي أو العادي وبين الخروج المقنن. يعني حتى المرأة الآن لو خرجت في وقت الزواج ما أقول لها تعالي اقعدي كدوام أنك تداومي في بيت الزوجية ودوام نحسبه عليك، ها؟ لكن بالمقابل لما يكون مشرعا خروج إلى يومي بساعات محددة يومية، أما والله خرجت اليوم راحت لأهلها، بكرة راحت مثلا تسوقت، بكرة هذه أمور حياتية تأخذ بشكل بالضبط. عادي. لكن لما أنت تقننها الآن أنت غير موجودة رسميا طوال هذه الفترة، هنا هذا الوضع يختلف ويجب أن يكون له أحكام مختلفة. كذلك خروج الرجل، لو الرجل رسميا قاعد يبتعد عن المنزل بهذه الطريقة يحق للزوجة أنها تحاسب على هذا أيضا، لكن في إطار ماذا؟ في إطار أنه هو مسموح له الخروج لأجل النفقة كما قلنا، هو مضطر لهذا الأمر. طيب خلينا نتجاوز النقطة هذه، يمكن ردك كان واضح وبترك بعد شوي المساحة للأستاذة همسة ترد عليها. لكن ذكرت أنه في حال تم سقوط قانون بإسقاط أو تخفيض النفقة على الزوجة العاملة فإن ذلك لا يخالف الشرع، فصل لي أكثر حول هذه النقطة. طيب. واذكر لي لو تفضلت، يعني أنت ذكرت في إحدى التغريدة نصت المادة 48 فقرة 1 من نظام الأحوال الشخصية يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال. وذكرت أيضا أنه وفق نظام الأحوال الشخصية مادة 42 فقرة 4 أن من الحقوق الزوجية السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. فصل لي أكثر حول هالنظام، هل النظام هذا طبعا راح يطبق قريبا أو راح يفعل قريبا هو نظام الأحوال الشخصية؟ تفضل. هذا هو اللي يقول لك الآن إحنا وضع القاعدة أن مسألة النفقة هي مسألة تقديرية خاضعة لتغير الأحوال والظروف، ليست هي شأن واحد. وهذا من فوائد الطرح اللي إحنا نطرحه اليوم، أن البعض يحتج يقول لك هذه نفقة واجبة شرعا. طيب واجبة شرعا، واجبة حتى في غنى الزوجة أو عدم غنى، نعم كل هذه قاعدة. لكن إذا تغيرت الأحوال وجد عندي ظرف خاص أو وجد علاقة خاصة لا مانع من تغيير العلاقة تبعا لتغير الظرف والواقع. إحنا في شيء عندنا افتراضي ستاندرد وفي شيء متغير، إذا حصل عندنا تغير نبدأ نمشي مع التغير. النفقة أصلا تقدر على أساس وضع الزوج، وضع الزوجة ومقدرة الزوج. هذه المسألة إذا تغيرت الأحوال أو تغير وضع وواقع الحياة الزوجية يمكن أن تتغير تبع له. لكن خلينا إحنا نجي للجانب العملي. الجانب العملي إحنا كيف سيتم هذا الموضوع؟ هو له حالتين، إما أن يتم قبل العقد وإما أن يتم بعد العقد. يكون منصوص عليك كشرط. جاء قبل العقد انتهى الموضوع. جات واحدة قبل تتزوج شخص قالت له أنا أبغى أتكون متوظفة طول حياتي. هنا لا يحق للزوج أن يطالبها بأي شيء ولا له حق أن يرفض أصلا. ولو رفض يحق لها أن تفسخ العقد دون إرجاع المهر، لأنه خلاص هو أقر على نفسه قبل العقد بأنه ستكون فأخل موظفة. هو بالبلد. وأخل بالشرط. لكن لنفرض أن بعد الزواج جاءت المرأة وفاجأت الزوج قالت له أنا والله أبغى أغيب عن المنزل يوميا 10 ساعات ولا 12 ساعة بكون موظفة وأخرج وأخذ راتب لي حقي. فهنا يكون للزوج الحق، لأنه هنا في انتقاص من مقتضى العقد اللي احنا قلنا عليه واضح للطرفين. يكون حق هنا للزوج إما أن يقبل وإما أن يقبل بشروط أو لا يقبل بدون شروط أو لا يقبل. وفي حالة أنه ما قبل يجوز هو الآن أن يفسخ العقد ويسترد المهر، لأنك أنت الآن أخليتي بواجب من واجبات الحياة الزوجية وقائم من قوائم الحياة الزوجية. أما في حال الاتفاق
أن الاثنين اتفقوا على أي شيء، فكما قلنا يمكن أن يتنازل كل إنسان عن كل حقوقه، يمكن حتى للمرأة أن تنفق على زوجها، تتنازل عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن خديجة وستني بمالها، كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن النفقة غير واجبة عليها. فكل هذه الأمور في حال الاتفاق لا إشكال فيها. جي. تمام. بقي نقطة صغيرة لو تسمح لي فيها. تفضل. اللي هي ذكرتها الأستاذة همسة، موضوع التطرف اللي حصل. يعني كان عندنا تطرف إحنا في ضد المرأة وفي التعامل مع المرأة وانتقاص من حقوقها. لا نريد اليوم أننا ننتقل إلى جانب آخر ينتقص أيضا من حقوق الزوج. إحنا نريد العدل والاعتدال في كل شيء. إحنا فرحنا بالتمكين اللي مكنت فيه الرؤية 2030 للمرأة ولعملها وفرحنا بهذا، لكن لا نريد أيضا أن تأتي بعض السلبيات وبعض الأمور التي تعود ضد الرجل. بعض الرجال ترى حتى ما يعارض هذه الأمور يظن أن هذا شرع ويظن أنه هو حرام أنه يتكلم في هذا الأمر، خلصوا عليه النفقة وما يعرف هذه التفاصيل. فإحنا فقط نوعي بحيث أنه حالة الخلاف كل يعرف. طيب نقطتك واضحة، بس عشان أعطي فرصة أستاذ همسة، سألتك عن نظام الأحوال الشخصية الجديد، ذكرت عدة مواد. نعم. في عدد من تغريداتك أو سلسلة من التغريدات، تذكر لي المواد اللي لها علاقة في النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد اللي راح يطبق. هذا التأييد اللي ذكرنا، أنه قلنا أنه قال السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج وبقاء الزوجة معه، يعني بقاءها في المسكن. الآن المادة النظامية تشترط بقاء المرأة في المنزل، بقاءها معه. بقاءها يعني وش نقصد بقاءها معه؟ بقاءها معه أن تسكن معه، أن لا تخرج، ولا بقاءها معه ولا ما تخرج، أن لا تغادر المنزل، ما تعمل، إن ما تغادر المنزل بطريقة خارجة عن العادة. لأنه إحنا اللي يحكم العلاقة الزوجية، ترى تفاصيل العلاقة الزوجية مرجعها للعرف. اليوم حتى يطرح بعض النساء يقول لك أنه أنا لا يلزمني الغسيل، لا يلزمني الطبخ، لا يلزمني رعاية المنزل. هذه الأمور هذا رأي خاطئ طبعا، لأنه ما المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تفاصيل الحياة الزوجية يحكمها العرف. اليوم المرأة لو ما تبغى أنها تطبخ لزوجها يجب أن تشترط في العقد أن لا تطبخ لزوجها. ليش؟ لأن الطبخ هذا موجود بموجب العرف. أي شخص اليوم يتزوج بيصبح الصباح بيقول بيبحث عن الطعام اللي راح تعده له زوجته. هذا عرف قائم مو اليوم، على مر التاريخ. فهذا العرف هو الذي يحكم طبيعة العلاقة الزوجية. واضح. هذا العرف إذا بدأ يختل نبدأ ندخل في الحق لمن وعلى من. جي. سادة همسة، أسمع تعليقك إذا تكرمتي. والله الأستاذ نايف يعني ذكر نقاط كثيرة كان نفسي أعلق عليها، بس أبغى أبدأ من النقطة الأخيرة. هو طبعا هو المحامي في الجلسة هنا وهو أدرى مننا، لكن أنا عملت سيرش صغير قبل الحلقة عن موضوع في نظام الأحوال الشخصية. فمثلا عندك وأنا يعني في أعتقد أنه في لبس، أنا أستحي إني أقول لبس عند الأستاذ نايف، لكن حقيقة يعني أظن إنه هو إنه هناك لبس. مثلاً في المادة 55 تذكر إنه متى يسقط حق الزوجة في النفقة بالنص إذا امتنعت عن الانتقال لبيت الزوجية أو المبيت فيه أو الخروج أو السفر مع الزوج دون عذر شرعي. لم يذكر النظام البقاء في بيت الزوجية وأنه من ملزومات الزواج أنها تستقر في البيت، هذا غير موجود. هو يتكلم عن انتقالها عنده، يعني كانت في بيت أهلها وتنتقل إليه، بدليل أنه بدليل المادة 51 تقول تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكما، بمعنى انتقالها إلى بيت الزوجية. لكن ما في عندي كلمة البقاء، ما في عندي كلمة البقاء، يعني القرار إنها تظل في البيت الزوجية هذه ما هي موجودة في المواد. المادة 52 تقول لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. فأنا ماني فاهمة حكاية إنه تبقى في بيت الزوجية هذه، يعني ما هي موجودة في مواد نظام الأحوال الشخصية الجديد. نيجي يعني هذا قانونا المواد القانون أقرت النفقة للزوجة في المادة 44 قالت نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. وموسرة هنا بمعنى إنها غنية أصلا، يعني ورث أو أعمال خاصة أو إنها موظفة، لأنه لم تحدد، هذا معنى كلمة موسرة. فما في أي قيد أوجب النفقة على الزوج دون أي قيد. فحتى ذكرت إنه موضوع البقاء في البيت هذه غير موجودة. هذا من ناحية قانونية. من ناحية فقهية لو جينا في النواحي الفقهية، في الناحية الفقهية
يعني في كلمة أنا حابة أقولها وأعتذر منها، لكن الفقهاء للأسف أساءوا تعريف الزواج، يمكن نظروا له من ناحية مادية فقط، يعني ليست من ناحية معنوية. فلو جيت مثلا في الحنفية يكتب يقول لك هو عقد بين رجل وامرأة يفيد حل الاستمتاع بينهما بالضم والملاعبة والمباشرة. الشافعية قالوا عقد بين الزوجين مقتضاه حل الاستمتاع بينهما على الوجه الذي أحله الله. الحنابلة عقد بين زوجين رجل وامرأة لإباحة الوطء. المالكية عقد يقتضي للرجل إباحة الاستمتاع بامرأة تحل له. ففي كل هذه العقود كانوا لا يروا نتيجة للتعريف هذا، يعني في طلعت ميزة بسيطة للمرأة اي بس استاذ همسه، أنه هذا ليس من تعريف الزواج. واجباتها الخدمة في المنزل. نعم ثواني، لا لا بس لا، هذا تعريف الزواج، ليس واحنا من نحكي عن أكمل بس احكام النفقه. أكمل تفضلي. اي انا اكمل بس اكمل ادخل تفضلي لك على النقطه تفضلي. اللي بوصل لها، انه هذه التعريفات رغم اجحافها ورغم انقاصها من معنى الزواج الحقيقي، لكنها اعطت ميزه بسيطه للمراه، وهي انه ليست مكلفه باعمال المنزل ولا مكلفه باي شيء في المنزل شرعا حسب راي الفقهاء. فانت ما تيجي تاخذ الميزات في الامور وتترك الباقي، فاهمني؟ نعم طيب فالمرأة ليست مكلفة بهذه الأمور، فأنت مكلف كرجل حسب رأي الفقهاء إنك إن حتى قالوها يعني ابن تيمية وغيره من الفقهاء في جميع المذاهب، يعني ذكروا إن المرأة إذا كانت تخدم في بيت أهلها فهو المسؤول عن توفير خادم لها. الفكرة إنه فكرة الوقت وإنه هي هذا الوقت تقضيه في تدبير المنزل، هذه ما قال بها الفقهاء قديما. أنتم بتستندوا في الشرع وبتقولوا إنه في الشرع أعطانا حق على قرار المرأة في البيت، هذه ما هي مذكورة أصلا. ف طيب دكتورة، يعني ال 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 طيب أستاذة همسة، خلينا نروح لشيء ثاني. تفضل. خلينا نروح لشيء ثاني، يعني خلينا نروح لنقطة طيب أخرى ونتجاوز موضوع الوقت. خلينا نتكلم عن الأدوار بعدين. هنا. في إيه خلينا نتكلم عن الأدوار إذا سمحتي، بس أستاذ خليني نايف أسألك. ذكر، إيه تفضل. طيب تفضل. أستاذ نايف ذكر إنه الرجل لم يكن يعلم النواحي الدينية والآن يعلم، وإنه المرأة من حقها إنها تحاسبه على لو خرج من المنزل والكلام هذا. يا أستاذ نايف، يا أنا أقدرك جدا، لكن أي قاضي ستذهب إليه المرأة وتقول له انه زوجي لا يجلس في البيت ويلزمه بالجلوس في البيت معها لغير دواعي العمل يخرج؟ ما في. يعني الكلام جميل، ولكن التطبيق صعب. طيب التطبيق صعب. استاذ همسه، الفكره الاساسيه انت تريد اسقاط، ثواني بس، قانونا وفقها اعتقد انه انا والاستاذ نايف متفقين ان المراه يعني الرجل ملزم بالنفقه على زوجته سواء كانت موظفه او غير موظفه، وأنها غير ملزمة بالمساهمة في النفقة قانونا وفقها. أنا أتفق تماما، وأعتقد حتى الأستاذ نايف يتفق معي أنه هي غير ملزمة قانونا وفقها. لكن أنا أتفق معه في فكرة واحدة صغيرة، أنه هي أخلاقيا ملزمة أنها تساهم في هذا الصرح، لأنه هذا المنزل يعني هذا المنزل يخصها هي وزوجها، يعني هذه الأسرة هي منتفعة بها هي والزوج، بغض النظر عن حكاية وقت والمسببات هذه كلها. جيد. لكن في عندنا معضلة يا أستاذي الفاضل، في معضلة عندنا تواجهنا لابد أنك أنت تنتبه لها. النقطة هي أنه المرأة في أي وقت مهددة أنها تخرج من هذه المؤسسة الزوجية. في عندك الطلاق، ممكن يطلقها في أي وقت دون أي مستحقات لها. طب النفقات اللي نفقتها في هذه المؤسسة الزواجية من يعوضها عليها؟ من يعوضها عليها؟ يعني مثلا في نفقة المتعة، ليش ما هي موجودة عندنا؟ ليش ما هي موجودة؟ المرأة في، أنا أعرف حالة وأعرف وأعتقد إنه في حالات كثير ممكن مثلها. الزوجة اتفقت مع زوجها إنه هي مسؤولة عن مصاريف البيت وهو يدخر المال. اللي حدث إنه بعد ما ادخر وبنى بيت طلقها. طب ما في شيء يثبت ما أنفقته في المنزل، وفي نفس الوقت ما في عندي قانون يحفظ حقوقها بصفتها ساهمت مع هذا الرجل في هذا النجاح اللي وصل له. انت اقر لقانون يلزم الرجل يعني المرأة، يعني انا آسفة في الكلمة، يعني مثلا الموظف في نظام العمل بعد 20 سنة او 40 سنة لو خرج بياخذ مكافأة نهاية خدمة. احنا ما عندنا شيء للمرأة لو طلقت بعد فترة من الأمان، ما في شيء لها. هذا موضوع ما اخر. ما في اي ضمانات، اي حقوق لها. استاذة همسة، احنا فانت ما تلزمها، ما يعني فهمت علي؟ يعني هذا اللي بيجعل كثير من النساء يتخوف واضح. انا
النفقه استاذه همسه ضامن لها لو انهدمت لو انهدم بيت الزوجيه. استاذه همسه انا اقدر كل شيء يعني تذكرينه يعني واحاول معك ربط هذه النقاط اللي ذكرتيها، لكن انا ما ودي نتشعب بالامر، احنا اليوم نتكلم عن احكام النفقه، خلينا نبقى بهالموضوع، بس خلينا نروح لنقطه ثانيه بس عشان نتجاوزها. انا في سؤال بس للوقت اذا كان ممكن بس سريع، لانه انا عندي نقاط كثيره واحتاج اسمع رايكم فيها. الان استاذه همسه، لو ان امراه ارادت انها تتوظف، هل يجب على الزوج ان يوافق على انها تتوظف؟ يعني انها اليوم تترك منزل الزوجيه؟ لا انا اتكلم، انت رايك من خلال ما طلعتي الله يحفظك الان، انه كحكم شرعي وكذا، هي بعد الزواج جت وقالت انا ابغى اتوظف وابغى اغيب يوميا عن البيت 12 ساعه من اجل الوظيفه، وهو ما وافق. الان شرعيا او قانونيا الان الحق مع من؟ من الذي هل يحق للزوج ان يرفض؟ يحق لها ذلك، يحق لها ذلك، يجبر الزوج على ذلك، ولكن خلقيا، ولكن خلقيا تتفاهم مع زوجها. لا خلينا من خلقيا، لان خلقيا احنا كل هذه الامور ما لها داعي، خلاص اذا اتفقوا الاثنين الحمد لله ما عندنا مشكله، لكن نتكلم في حال الاختلاف الان، هو يقول ما ابغاك تتوظفي، وهي تقول انا ابغى اتوظف واغيب عن البيت يوميا 12 ساعه ولا 11 يعني ساعه من اجل الوظيفه. اعتقد انه القانون كفل لها هذا الحق، وانت ادرى مني استاذ نايف، يعني ما في شرط في من شروط حسب نظام الاحوال الشخصيه. طيب. يشترط انها تقر في المنزل ولا تعمل. ذكرت الماده اللي هي الا اذا هو اشترط عليها في بدايه العقد انه هي لا تعمل، هذا امر مختلف. طيب لكن شرعا وقانونا بس عشان ادرى مني اعتقد انه يجوز لها ذلك. واضح. طيب خليني بس، ما بقى عندي وقت كثير وبسمع رايكم. قبل احنا ما نتكلم اليوم من اللي حق له وما يحق له، اول شيء وش النفقه اللي نتكلم عنها؟ نتكلم عن نفقه ماديه، نتكلم عن ماكل، نتكلم عن ملبس، نتكلم عن مسكن، ماذا نتكلم؟ يعني عن ماذا نتحدث يا استاذ نايف؟ هل نتحدث عن مشاركتها في الماكل والمسكن في الانفاق عليه؟ هو النظام حددها في خمسه اشياء. تفضل. النفقه في خمسه اشياء، هي في الطعام والكسوه والمسكن والحاجيات الاساسيه عرفا وما يقره اي نظام كحق من الحقوق. لو تعيدها لي اذا تكرمت، اولا الطعام، الطعام والملبس، الملبس والمسكن والحاجيات الاساسيه وفقا لما يقرره العرف، حاجات الاساسيه وفقا ما يقرره زي اي شيء يقرره عرفا وما يقرر وفقا للنظام. يعني يجي نظام معين يقول يجب ان يكون من ضمن النفقه الشيء الفلاني. هذه امور النفقه. طبعا النفقه اليوم ليست هي مبلغ يدفع، هي التزامات، إيجار مسكن، يعني مو بالضرورة تكون نقد. لا 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 أبدا، بس عشان يتضح أبداً للناس. لا وهذا عشان كذا النقطة، وترى إحنا مسألة يعني جعل الموضوع في جانب النفقة وحده. أنا ما هذا طرحي، أنا بس أطرح إنه يحق للزوج إذا جاءت الزوجة أن تتوظف يحق له أن يناقشها في هذا الأمر، ويحق له أن يرفض. فبالتالي هي تبدأ تعطيه مقابل هذا الامر، تقول والله انا راح اشارك معك، انا حغيب عن البيت صحيح، اشارك معك في المأكل، لكن اشارك معك في الملبس، في النفقات، اي في النفقات، ممكن على الاقل راتب خدامه. ما هي حتجيب اصلا خادمه، وهو حيجيب خادم. انا اعرف بعض الازواج يا رجل طلبت منه زوجته انه يجيب لها سائق عشان تروح الوظيفه، هي تروح تشتغل عند الناس وتاخذ فلوس وهو يعطيها سائق عشان يوصلها للوظيفه. فيعني الى هذه الدرجه، فاحنا نقول لا، هي مجرد المشاركه في الاعباء. اليوم النفقه هي عباره عن اعباء، فاتوره كهرباء، فاتوره مويه، فاتوره تليفون، تعليم ابناء، ايجار مسكن، هذه هي النفقه. فالزوجه ممكن انها هي تشارك في ذلك. فاحنا موضوع انها تسقط او لا تسقط او تنقص، هذا مو هو اصل الموضوع. اصل الموضوع هو ان المراه اذا توظفت يحق للزوج هنا ان يكون له نظر في هذا الموضوع. اما ان يقول لها انا ما ارغب بذلك ولا اوافق على ذلك، وانا ارى شرعا وقانونا انه يجوز له ان يمتنع من ذلك، او انه يقول لها مقابل هذه الساعات اللي انت تقضيها في الخارج اعينيني في الحياه، شيلي عني بعض الاعباء وتفضلي. وانا اشوف هذه الصوره المثاليه وهي الغالب اليوم الحمد لله، يعني احنا ترى غالب الحالات اللي قائمه اليوم ان المراه بتساعد زوجها. لا بس تكون بس قالت شيء الاستاذ همسه، يعني وخلينا نسقط على موضوع النفقه، ما نبغى نروح لشيء بعد. تمام. اي ما نبغى نتكلم عن كل اي لا لا ما نبغى، نبغى نتكلم عن النفقه. لا لا قالت نقطه مهمه جدا، قالت مش مشكله انا اليوم كامراه راح اقبل اني انفق مع زوجي. نعم. اوكي، وانفقت في ماكل، في ملبس، في مسكن، ايا كان. زوجي يتولى هذا الأمر وأنا أتولى هذا الأمر، ما الذي يضمن حقي أنا أنه بعد فترة، ما الذي يضمن حق الزوج من الزمن؟ الزوجة لا لما ينفق على زوجته 10 سنين وبعدين تروح تنكد عليه حياته أو تروح تخالعه أو تعمله كذا، طب هو أنفق 10 سنين فين تخلعه يعني فين؟ إيه إيه
فين بيجي له. فهي مسألة الحياة الزوجية طيب. إذا فيها شك وعندها شك تستطيع أن توثق حقها. أنا كمحامي جوني كثير زوج وزوجة يكونوا مشتركين في منزل ويعملوا ورقة توثيق إنه والله هذا المسكن هو عبارة عن مشاركة للمسكن باسم الزوج. إذا أرادت أن توثق حقها هي تستطيع ذلك. إذا أرادت ما حد يمنعها وبالإمكان أن يحصل ذلك. لكن أن تجيني أنت بعد حياة زوجية 20-30 سنة تقول لي والله عوضني عن اللي فات. اللي فات هذا مشاركة بين الاثنين، ما هو أنت بس يا زوجة ولا أنت بس يا زوج. الزوج بذل في هذه الحياة والزوجة بذلت في هذه الحياة وكلها أمور غير مستردة. لكن العوض على الله فيها خلاص. طيب أستاذ همسة، لا تعتقدين إنه اليوم ظروف الحياة المتغيرات يعني الأدوار أصلا للزوج والزوجة بعضها بدأ بالاتساع وبعضها بدأ يعني بالتقلص إذا جازنا القول، بعضها يحتاج إلى مشاركة أكثر، بعضها يحتاج إلى تفاهمات أكثر، ليس من الأجدى أن يجلس الزوجين ويتفاهمون على الوصول إلى قناعة معينة تجاه هذا الأمر، أفضل من أن يعني يكون الموضوع عائد للقانون والنظام كل مرة. طيب بس بعاقب من فضلك تفضلي. على بعض الكلام اللي قاله الأستاذ نايف، كونه ذكر أنه هناك بعض النساء تأتي وتوثق حقها، فهذا أمر جميل وثقافة أتمنى أنها تنتشر. لكن في نقطة ذكرها في آخر كلامه لما ذكر أنه بعد 20 سنة مشاركة فهي قدمت فيها وهو قدم وهي خسرت وهو خسر. معليش أستاذ نايف، المرأة تخسر بشكل أكبر لأنه هي بتبذل حياتها في المنزل، ولكن هو يبذل هذه الحياة في البناء خارج المنزل، فيكون عنده رصيد يساعده على أن يقف على رجله إذا انهدم هذه المؤسسة. لكن المرأة ماذا ستفعل؟ ما هي مادة فقط، يعني المرأة اللي بعد 20 سنة مثلا تكون متزوجة وطلقها، وهذه حالات كثير بنسمعها ويقول لك أبا جدد شبابي. النساء هؤلاء بعد ما يوصل عمرها 40 سنة أو 50 سنة إذا كانت بتنفق معاه وما وفرت ما ادخرت مالها، وحتى لو كانت ممكن ما تكون موظفة أساسا، فهو بتقع تحت إجبار هذه الحالة اللي هي موجودة فيها، فتقبل بأمور لا تريدها، لأنها إذا أرادت الانفصال وأنهت هذه العشرة هو لن يخسر شيء. هو يعني مدخراته موجودة، منزله باسمه موجود، كل شيء موجود. وهي منفق عليها يا أستاذة همسة، يعني هي منفق عليها أيضا. إذا خرجت من عهدة الزوج ستذهب إلى عهدة رجل آخر سينفق عليها. هي ما تحتاج للأمان هذا، ترى يعني هي الأمان هذا كفله له الشريعة، كفله لها. السنة التي مضت باقي حياتها، ما الذي سيحدث؟ قلت لك الخسارة المعنوية هي مشتركة بين الاثنين، لكن الخسارة المالية هي ستذهب إلى شخص آخر سيعولها. يعني هي منفق عليها المرأة، عندنا في الشريعة لا يوجد مرأة يعني ما ينفق يعني عليها. يعني في كل الأحوال لابد أن تكون هي ضعيفة. لا، هي في كل الأحوال، مع رصدك إنه هي في كل الأحوال حتكون ضعيفة وغير مستقلة ماديا. هي مكفولة، ليش تقولي ضعيفة؟ هي قوية مكفولة. الشخص الذي ينفق عليها هي محمولة مكفولة. الله يسعدك. تفضل. يعني قرارات، يعني هي ممكن تقبل بتعدد، تقبل بوضع جائر، تقبل بأوضاع قد تظلمها لأنه ما عندها استقلالية مادية. تقول لي مكفولة أنه يأكلها ويشربها ناس، فبس الإنسان بيحتاج في حياته شعور بالكرامة. المسألة ما هي فقط أكل وشرب يا أستاذي. تقول لي مثلا مكفولة من أخوها أو مكفولة من ابنها، هي حتكون ضيفة عليهم، وكم النفقة اللي حتكفلها الدولة، كم النفقة اللي حيفرضها القاضي عليه بصفتها أنه يجب ينفق عليها، كم 500 ريال في الشهر؟ هل تجد أنه هذا يحفظ كرامتها؟ المطلقة ليس لها نفقة يا أستاذة همسة، هي إذا طلقت ولا تركت الحياة الزوجية هذه مشكلة. لا، هذه مشكلة ثانية. رح ترجع زي ما كانت قبل لا تتزوج. يعني قبل لا تتزوج إيش كان وضعها؟ ما كان أبوها ينفق عليها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. طيب يا أستاذة همسة، أنا وقتي انتهى، كلمة أخيرة لو تكرمتي. طيب أنا كلمة أخيرة بس، أنه أنا شوف شرعيا وقانونيا أنا أرى أنه لا سبيل لأنه تسقط النفقة على المرأة، يعني تكون مطمنة من هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت أخلاقيا أنا أدعوها أنها تساعد الرجل بما تستطيع أن تتخلى عنه بدون ما تخسر حصانتها، لأنه في الأول والأخير لابد أنها تضمن وجودها هي، لأنه للأسف ما زال القانون يحتاج بعض الأمور اللي تضمن حقوقها بعد الطلاق. نعم.
بعد الطلاق، خاصة إذا لم يكن لها معيل. فنحتاج يعني مثلا لما تقول لي إنه تسقط حق النفقة، طب معناها حتى في الخلع، حتى في الخلع هي ترد له المهر وهو يرد لها كل اللي أنفقته في مؤسسة الزواج. يعني في أمور كثير لابد تعديلها إذا إنك إذا أنت تريد إسقاط حق النفقة. واضح. أستاذ نايف، كلمة أخيرة. أقول أن الأمر ليس محسوما إلى الآن ترى، يعني هو قانونيا بموجب نظام الأحوال الشخصية يحتاج إلى أنه ينص عليه حقيقة في المستقبل بحيث يوضح، لأنه الآن قابل، هو قابل اللي أنا وجهة النظر اللي أنا طرحتها وقابل لوجهة أخرى تأتي وتخالف ذلك. يحتمل الرأيين، قد يحتمل الرأيين. يحتاج أنه مع الوقت مع الممارسة إذا ظهرت أمور أنه يأتي نص نظامي واضح وصريح يحدد هذه المسألة. ما ندعو إليه دائما هو الحالة الطبيعية المعتادة والمعروفة، أنه مثل ما تأخذ يجب عليك أن تعطي. المشاركة، الحياة الزوجية كلها قائمة على المشاركة، على الود، على التفاهم. يجب أن يتشارك اليوم الزوج والزوجة في بناء الأسرة وبناء الحياة، حتى الزوج أن يشارك زوجته في بعض المسؤوليات الداخلية، حتى في تربية الأبناء، حتى في أمور المنزل إذا كان يمكن في ذلك. نحن ندعو لهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله حينما يكون معهم، هذا من حسن العشرة وحسن الأدب. المرأة إذا كانت أغنى من الزوج من أيضا من حسن العشرة أن تساعد زوجها. الحياة اتفاق ليست حرب. اليوم الذي أنا أكرهه في الطرح كثيرا في الفترة الحالية أنه يوجد صراع بين الرجل والمرأة، وكأننا اليوم إحنا في فريقين، ذكوري ونسوي، وهذا يريد أن يأخذ هنا وهذا يريد أن يأخذ هنا، وتصبح معركة. نحن نخرج، نريد نخرج من هذه المعركة إلى أن الحياة تكون اتفاق وتكون ود وتوافق لمصلحة الأسرة وبناء المجتمع. الهدف الأخير هو بناء أسرة متزنة قادرة على تربية هؤلاء الأبناء وتكون عامل إيجابي في المجتمع. شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ نايف المنسي. شكرا. الأستاذ همسة السنوسي كاتب بيت الرأي من استديوهاتنا في جدة. بعد الفاصل لنعوده.